بغينا نسولك على الحركه الاجتماعيه، واش هي امتياز الحركه العجين فبراير، وعلى مستوى المطلب بين المطلب السياسي والمطلب الاجتماعي، اش هي الافاق والامتداد ديال الحركه في المستقبل بالنسبه لداخل الجمعيه المغربيه؟ الانسان يشارك في هذه الجبهه باعتبار ان هذه الجبهه بالفعل تعتبر استمراريه للمطالب ديال 20 فبراير. الان 9 سنوات بعد 20 فبراير نلاحظ ان الوضع زاد تازما، لكن ادى حقوقيه على كل المستويات، لا على المستوى الحقوق السياسيه والمدنيه ولا على المستوى الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، استمرار ظاهره الاعتقال السياسي كذلك. الان هناك مجموعه من المعتقلين السياسيين داخل اضراب الطعام، اذا كتجي الجبهه الاجتماعيه كجواب على هذه الوضعيه المتازمه، سواء فيما يتعلق بما هو اجتماعي او ما هو سياسي وكذلك ما هو اقتصادي. اذا 9 سنوات مضت على 20 فبراير لم يتحقق كل طموحات الشعب المغربي. اظن على ان آن الوقت لاعاده النظر في كثير من الامور بما فيها اعاده النظر في الدستور الذي من النوح لتحقيق الشعب المغربي. نعم، المطالب يعني السياسيه على مستوى المكونات ديالها يعني في المستقبل، واش يمكن تحمل مكونات اخرى؟ المطالب ديال الجبهه الاجتماعيه كما كيدير الاسم ديالها هي مطالب اجتماعيه، نظرا لتازم الوضع سواء التعليم او الصحه او في كثير او الشغل او كثير من الحقوق الاقتصاديه، وكذلك هذا ما كيمنعش على ان لا يمكن تحقيق الحقوق الاقتصاديه دون الحقوق السياسيه والمدنيه، لا يمكن ان نصل الى اصلاحات فيما يتعلق ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي.